قناة الدراما المغربية. جمع الفلوس، جمع الفلوس.
يخرجش مع البراد، كل شيء خصو يخرج بحالو، لينا غادي تجيونا البوليس. صالح حمادي، جمعوا الكارطة، راه البوليس جاي. طلعوا لي الفوق، خرجوا البراني وعلموا الدريات. ارتبوا. سي هذيك الطامرة ماشي لبيع، اش كدير؟ واش تبعد منا؟ وكالة الشرقي راه بغاك، يلا قول ليهم يجمعوا السوق. واه البوليس جاي دابا. مهدي هذا فين كنتي؟ دخلت عليك. ماشي شغل في مال تبا. كي داير السوق اليوم المهدي؟ سوق الجاي ماشي الخواف بحالك. ياك اوليدي بغيتيني بها السلام صروخه. ماشي شغل، انا مي خصها تعيش وصافي. مهدي تسنى. شنو بغيتي عاوتاني؟ هدي انا اوليدي راك مازال باقي صغير. انت اللي عقلك صغير، عاجبك نعيش انا امي في زنقة. احمد الله وليدي على المكتب. انا اللي كنعرف نخطف اللقمه فيهم السبع. مي فين براحتي؟ شحال الساعة؟ 4 الصباح بقي ما دخل. فرجعك مني عسك أمي. هاش غادي يقول سيدي سلامي لاصق الخبار؟ بو ما عنده ما يقول أمي، مبقى عنده شغل لبينا ولا بهاد الدار. عايش مع مرته تاني يوم خلينا فهمنا هيك شهرين هادي ما بانوا لعرفنا عليه شي خبار. انتي بالك مشغول غير به صباح وعشية. هل عينك؟ هل عينك أمي؟ فين درتي الند؟ راهي نتاك مي في بيت الله. الله يهدي، عييت معاه. واخا واخا امي، خرج عندي تنعسي وانا غادي نقاد البيت. واخا يلا يلا. طيب يمها ديريها تحت فراشة تسخن. سيدي سلام براد، كوني هانية. يلا صباح على خير. L'asphalte des rues est un miroir obscur où les maisons se reflètent en masse noire et où les rares lampadaires allumés sont autant de soleil moribond que la nuit étouffe. Car la lumière est éphémère et quand le soleil est au plus fort de sa gloire, la nuit est encore omniprésente. Tapis à chaque coin de rue, sous les arbres et les bosquets en fleurs, les saints veulent demeurer les caves. Enveloppe les êtres et les choses, ou encore, insidieuse, invisible, elle campe dans l'âme de chaque homme. Allez, Audi, jette. شوفوا معاه. قول شي شرقي بلي انا فرحان عليه وعطيه هاد الامانه وقول له هارون عدى مشرطه الحناك بين يديه. استاذه امينه جاهزه؟ نعم استاذ خليل. يلا بينا هنتأخر. حالاً يا أستاذ، أنا جاية. صباح الخير. صباح الخير. خير للحجيبة. ما بغيتي لحليبة؟ لحليبة
نفرميجا كلشي حنا المخير فينا كيش ضرب على فريال في الشهر كيدي لي منها العوني راجلي 1000 ريال الدراري و700 ريال الكرة و150 وشي الاخر الماكلة وكتلقاني في اخر الشهر مد يدي ونغوت امين يعطي صدقة لهاد المعلمة باغا توجد جيل المستقبل عمي معه في مجلس الادارة كلهم عيوم يدفعوا الفلوس بدون مقابل يدفعوا للحزب يدفعوا للمدرسة ولاش ياك البلاد استقلات اولا ايوا خصهم حتى هما يدخلوا شي شويه يبداو يستافدوا اليوم يوم الحساب كمان دفع بيتقال قرش يراه على كل حال هذا مشكلهم هما قدماء المعلمين تيغوتوا على مصلحتهم وحنا مالنا حنا عاد قلنا بسم الله مستقبلنا قدامنا اولا لا امينه في نظرك سي صالح شنو تما اللي خصنا نعدو مقابل المستقبل عمي قال لي بان ما عرفش شنو انت كتقول ماشي شنو كيقول عمك انا اللي بغيت نقول هو ان هاد المشاكل بعيده علينا حنا بغينا نعيشو مرتاحين ونتمتعو بحياتنا وباش نوصلو خصنا نكونو واقعيين سيراتي سيراتي انتي المعلمين ياو بلاتي عليكم انا جاي لكم انا معيط للبول الله عليكم إذا تبقى الثانية والخرين أبطل لك يلا ضرنا قريبا غير هناك شازي ولا نجي نقطع فيك النفس أجمع راسك الخوا ضرنا قريبا غير هنا مشي جيبو الكارني ديالي ومشي غادي تجسف لك أجيب دي عليك أصاف شرطي حميدة كوميساريا بحال دارو الزبون ديالنا من زمان كيعرفنا وكنعرفوه il fait partie des meubles comme on dit justement il faut faire le grand ménage et se débarrasser des vieux meubles capitaine Yusuf كاين شي ما نقضيو انا راني موجود ولا تعاوننا راه ما يكون غير الخير أهلاً وسهلاً سي جمال الدين خطوة عزيزة هادي نهارك بين جيتي عندنا ملي قلت لك الحاج سلام كيحل حتى اليوم الجمعة ولا لا سيد الحاج صباح الخير سيد الحاج صباح الخير اش حب الخطوة لالا لا يجهد البابنا ينساونا ايوا لالا سبحان اللي ما يساو لينا ويلي سيد الحاج واش بصح ما عرفتيناش السي سلام دقيقة دقيقة ندير دوري وانا عندكم هادي ما زلتي عندك اسمح لي ما عرفتكم صراني ما نعس مزيان عند ادريجو سيدو سيدو سيد بس انا هو عند ادريجو هو عقا زيدو فيسا مرحبا لا لا يقوز مئات الف مرحبا صباح الخير سيدي عباس انت بعدا كاع ما نسيتي حبابك اللي نساكم تنساه الموت ما تديوش على سلام راه كيبات مسكين سهران يحسب في الفلوس الفلوس وفي الصباح ما كيبقى يبان لي غير النوامر باغا نطلع الدريات عندي للحانوت ناخذ عليا نتفاهموا تفضلوا
اش هاد اللبسه لابسه انت؟ فين جلبتك؟ هادو راه محوايج خدمه با. انا غادي نرجع دابا للمدرسه. جيتها باش نقول لك بلي امي بغات تمشي تشوف جده في الدوار. كيفاش؟ انا ما تقنص دارها، ما خصني نشوفها في الدوار حتى هو. يلا سيري دابا وقول لها في العشيه غنبدا نشوفها. حاجه اخرى، ابراهيم ثلاث ايام هادي ما بان، حتى حد ما عنده عليه شي اخبار. تشوشنا عليه بزاف. صافي قول لها انا غنشوفه فين كاين، ما غادي يجرى له حتى. سيري. يوسف انا الحرام ما بان لي حاجه في هذا الملفات. بالعكس انا باين لي فيهم القضيه. ما متفقش معك يا يوسف، هذا الشيء كله غير احتمالات. كيفاش واحد بحال الشرقي عنده تاثير كله على سكان الزنقه؟ منين جات هذه السلطه؟ هذا الشيء يمكن نلخصه في جوج ديال الاشياء. اولا خصك تبدل الطريقه ديال البحث ديالك. ثانيا السكان ديال هذه الزنقه ما كيهمهمش اللي وقع، ما عندهمش ثقه في البوليس وخايفين من الشرقي. وهذا الرجل هو السر. فايتو تشد في الحبس من اجل التجاره في الممنوعات وكان مع الشرقي. بلا شك هذا الراجل هو اللي عنده علاقه مع ناس اخرين، ناس مهمين وعلى مستوى عالي. هذا الشيء غندرسوه في الاداره. وانت دوز للدار وجيب لنا الوالده تغدى معايا. بشير. نعم. رباك الحاجه غنعاود على السلام. واخ ما تبقاش تحزز فيها، بدا بخدمتك. اش غنديروا دابا؟ هاني سبق انت والدريات هاني خالط عليك. واخا بالحق شوف اسلام، عندك تخوي بيا، انا قصار قصر معاك، الدماغ دماغ معاك، اش طيح طيح معاك حتى الصباح، ولكن قضية الفلوس انا راني زاوي، ترياش عليك كنسيبي. واخ واخ. انت اش غادي دير؟ دوز عند موريس، هاي تاخذ من عندي 200,000 ريال. دير اش 200,000 ريال؟ 300,000 ريال. ايوا هكاك. راه هارون وربيق البارح راهم ريشوني. نعم سيدي، حنا يلاه 25 شخص في الكوميسارية، 25 شخص بما فيها الكاتبات والإداريين. كيفاش بغيتيني نقال على 25,000 واحد والرقم؟ خصوصا إلا كان كل واحد من هاد 25,000 كيعرف أين كبيرة وصغيرة في هاد الكوميسارية. أنا كنضمن كل واحد بالرجال ديالي هنا. وأنت شكون كيضمنك؟ هادي 4 سنين أنت في هاد الكوميسارية. 4 سنين هادي وكل شيء كيوقع في زوق القاهرة بحال الدنيا سايبة. أنا ما كانت عندي مسؤولية هنا، وما تنساش بلي الشخص اللي كان جالس في بلاصتك كان سميتو فرانسوا. وهادي يلاه 6 أشهر باش خديت لانتيري. فوتاز. من بعد على أين سمع سي نوردي؟ أنا خلقيت الزنقة بحال هادي، وكنعرف الناس كيفاش كتعيش فيها، وشنو كيروج في بالهم. كلشي ساير كيتغير. قلت لك. آه، سي توا ما شيري، جو سوي ديزول. Ne sois plus, parce que tu n'auras plus l'occasion de me faire attendre. Écoute, j'ai beaucoup de travail. Je sais, j'ai oublié ta mère, j'ai oublié le déjeuner, et j'ai oublié le reste. Eh bien, il te reste à m'oublier. Repos, maréchal. Nsaou li fat une bdoum jdid. Wala kin had l'mra, ghir ana ou nta. Men ba'd, nqoul lik fin ou imta. Oh, pardon, mademoiselle. Kibes, ma ketchoufch. Je suis désolé. Nourdine, chouf li khlik ach bghaou hed nnas. صباح الخير سي نور الدين. لا خليك خويا ابراهيم شحال هادي ما جاش وما عندنا عليه حتى شي خبر. ماما راه تكلمات مع خالي في الرباط. علاش؟ عليك باش يحولك لديك كوميسيري في داك الدرب مستخ. شحال سمعت اليوم كلام خايف داك الدرب ناس مستخين ولا واحد منهم يتهز بالقار. امل قولي لامك انا راه عاجبني الحال داك الكوميسارية وما باغيش تحولها. ولكن انت اش خاسر؟ غادي تكون كوميسير في حي متحضر وسط ناس نقيين، فين هو العيب؟ العيب هو باش امك تدخل في حياتي، وهذوك الناس اللي كتقول عليهم موسخين، راهم هما اللي هرسوا يد الاستعمار، ماشي امك ولا خالك. يوسف حبيبي، الفرص اللي كاينه دابا ما غاديش تبقى ديما، استغل الفرصه قبل ما تضيع منك. الناس اللي عارفين راهم كيبنيو في مستقبلهم، انا باغا نعيش يوسف، باغا نعيش ليك وليا. ايوا ديري الثقه فيا، وانا مستعد نوصلك لكل حاجه تمنيتيها، بلا تدخلات، بلا محسوبيه، وما تخافيش امالي. من اش انت بغيت تحمقني وقيله؟ لا انا بغي نتزوج بيك بوحدك ومعاك نبني المستقبل اللي نقدر عليه بدراعي. صافي. La plus grande prudence s'impose. Pa.
pas de provocation. Mais c'est une fuite. Rien ne justifie des mesures pareilles. On va quitter le Maroc comme des voleurs. C'est inadmissible. Mais c'est pas possible. Il y a des amis, des parents, voisins de quartier, voisins de palier. Mieux vous inquiétez. En même temps qu'on... C'est Pierre Elikom. Bonsoir, madame. Ah, Bidda. C'est l'un des nouveaux ministres de ce gouvernement provisoire, monsieur Abdelhafid Boussou. Ce sont les directives. Les autorités locales préfèrent cette solution. En expliquant bien les choses autour de vous et avec de l'organisation, c'est parfaitement jouable. À quelle heure partira le bateau ? Chacun de vous le saura 48 heures avant le départ. Mais oui, je sais. C'est pas possible. Chacun de vous doit préparer son groupe. Toute décision prise. Bagages à main, prêt. Rien que des bagages à main. Les formalités, les papiers. Je m'occupe des réservations et du bateau. Les formalités proprement dites se feront à bord. D'autres questions ? J'ai apporté des fonds. Que dois-je en faire ? Chkan, il est les quatre d'art. Ah, où est le biard ? Ouvrez, police ! Dis-le, Zamsta ! Yallah, c'est bien là ! Je me recouche. اصبر يا سيدي دقيقة وانا جاية. الله يرحمه ويشد عليه الرحمات. الله يرحمه. اش وقع هنا؟ وانا شاد الكوميسير غير 40 ديال الراجل خديجة الله يرحمه. هي هاد الناس غير الفاميلا. كيف كتشوف شاد الكوميسير؟ اللهم والفوق اش كاين؟ حتى الفوق مازال ما عرفه والو، عاد جيت. اللهم الله ولنا. لا تبدل البريق، ردوا بالكم في المستقبل. هذا الراجل هذا كاين على شي بلاماندا ولا خاصو مادة؟ إذا قلتيها له الليلة تبات في البريقة. الله يرحمه. إيه الله يرحمه. مرحبا، كاين شي من خدين عماس؟ لا، بغيت غنحكم من عند داركم. دابا حنا أصبحنا جيران. مرحبا عماس، اللي بغيتي موجود؟ ياه، يا سيدي بغيت نعرفكم واحد بواحد. كيف انتم عارفين داكشي اللي كيجري عندي بالكوميسارية؟ تفضل نعماس. هذا سير فقيه، قدم له اجرك. ما مشى مع كلاس، بغيت نقول باس نعماس. يا مالك ما قدرش توقف؟ نوقف نعماس، نوقف. ومالك كتميل هكذا؟ عادة في العائلة نعماس. موا وسي جين تراديسيون فامي. جبدوا الكارنيات ديالكم، كلكم، نور الدين، جمع الكارنيات ديالهم، ويشرفونا غدا في الكوميسارية. لرقية رأي لي هذك المنطو ديالي بوجو سي مدام. أشد الكوميسير بلاتي الله يخليك. أنا مالي أشد الكوميسير، ما عندي دخل في هذا الشيء، جيت غير نزور واحد الميت. ياك دردار؟ معلوم درداري، ولكن راني كريت لواحد المشلام سين هادي. الملك ملكك وما عندك من نهرب. عبو انا جبت لكم شي ديال الكسكسو. الله يخلف الامينه. يا منى ويا منى المد. بسم الله عداك اوليد، راه باقي سخون. ماشي فرقهم، هي كتقتل راسها بجوع وديما نهضر من الخيرية. وش راكس؟ اش كديروا نتوما هنا؟ راهم معايا سيدي. مساء الخير لاله أمينة. لاله أمينة معلمة، الله يعمرها دار. لاله أمينة قدم لك العميد سي يوسف. هاي سو با كوما جيران. مي سون با دونجوا؟ با
Pas dangereux, pas dangereux. Un acan de l'khiri, il y a un zinqa. Le mouim, il est à Anissa, il y a un talab. Vous pouvez vous donner le mktab? Alash? Là, غير à la qabr jiranik. بلا الحجة لما عمرك ما تلقي منهم شي عيب والخدمة ما كتخلعهم اللي بغيت أنا وهو من يعمر عليا الدار أنا مرة كبيرة عزيز عليا الحديث والوناسة تا أنا ملي نكبر نشري أمي في ما بحال هادي تكون قاري إن شاء الله بحال يوسف ولدي وتخلف لأمك كل ما ضاع سي يوسف بارك الله فيك على هذا الخير اللي درتي في هاد الناس لانك بينتي على ان باقي الناس طيبين في هاد البلاد لا خلعتيني يا نجمة صباح الخير صباح الخير سمعتي لالا أمينة هو تاني كيحلم هاد الشي غادي وعندو كيكتر لا هو في خير ولا أنا في خير ما قربت فيق نجمة خصني نجلها فطور خليل فيق لا اصبح الله لا عاوتاني حلمتي لا نجمة قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عاود رجعتي تاني لطبيعتك نفس الكابوس انت كنتي بوليسي وخاضع للاوامر اللي ليلة نفس الحلم والله تبارك عليا من البهوت سبحان الله انتم يا الشرقيين شحال عزيز عليكم تعذبون نفسكم الغربي كيقول احمر راه وحده وانتم اخترعتم الاحل الالوفات ونوض نوض خليني ندير شغلي اللي مخلصنا عليه نوض صباح الخير السي خالد صباح الخير لالا حقيبه اهلا وسهلا الله يخليك السي خالد راني عاطي كنصدعك ولكن انت الوحيد اللي كتقرا لي البرا مزيان هاك كلهم اللي كنعطيهم الرساله كيقراو لي اللي فهموا كنبقى انا ما فاهمه والو لا 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 تفضلي لالا حقيبه تفضلي لكن دي كل الاوراق دي بالفرنساوي وانا ما اعرفش ده واد بالعربي او كل خير الحمد لله بسم الله الحمد لله وحده وبعد الحمد والشكر لله تعالى اكتب لك يا زوجتي الحبيبه العزيزه على قلبي حبيبه بنت الحاج المفضل لأقول لك أنني بعد التفكير الكثير قررت شيء لصالحك ولصالح الأولاد فأنت تعلمين أنني خرجت من البلاد هاربا من الفقر وأنت تذكرين الفقر الشديد الذي عشنا فيه نحن الاثنين المكي تلقى علينا ذيك الغباشة وعوذين على همك رحنا مستعدين نهزو معك هم الدنيا اضحك اضحك المكي ضحك علام على راسي حرة هادي ما تكون غير شي درة ما جيبها لها اخبار كاينة درة اخرى هي اللي مخرجة لي العقل شكون هي ميزيرية عمرني ما نخليها تخنق العزاز علينا راه سرحة وسط منها حجيبة عايشة معنا في هاد البراكة خانقانا أكثر من لليجو وقارد موبيل وسالي قال لي متوق الكريان مبقيتش قادر على هاد الحيشة مبقيتش قادر نشوف انتي الولاد عايشين معي في هاد الدل وانتي بنت الأصل والفصل مبقيتش قادر نفارسي قدامك
ملي تنخرج من هاد البراكه وانا محني، حاني راسي قدام الناس، فين ما مشيت انا محني، وملي رفع راسي الفوق كيجيب لي الله بحال كنسمع شي صوت يقول لي حني راسك على الراس. انا خايف احجيبه، خايف. مش خايف، خايفه تغلبني ونخرج الزنقه نساء ونمد يدي للغير. انا غادي نهاجر حجيبه. تهاجر ولما غادي تخلينا؟ غادي نخوي هاد البلاد، نخدم فاش ما كان في القواد في الغيران، نشطب الزبل ولا نقلع الزفت ودفاري، حسن ما نبقى هنا مدلول. ذهبت الى فرنسا حيث البرد القارس، البؤس واليأس والوحدة كانوا في انتظاري. هناك في كوخ حقير كنا نتناوب فيه النوم بالعشرات. وانت وأنا الآن وجهي كشوك علي. ضعت حجي كما قال لي الأب، ضعت في بلاد الغربة وضيعت معي، كما عايش طويلا على شبابي وضعت صحتي واللي أعطى الله أعطاه. أنت شابة هم الأمانة تأمنت. أنا الآن في دار الحق، حاولي أن تنسيني، وأنت في دار الباطل. ردي برك الأولاد، كوني سعيدة، وردي برك لنفسك، ولا تبكي تفرح بسعادتك ولا تسيلي دماء. يا أم أولادي لا تبكيش يا الحبيبة، لا تبكيش، عيونك ما يواتيهم بكى. عندي واحد صاحبي محامي، هو يهودي من مصر، 30 عام ما شاف حيوط مكناس ولا زيتو مكناس. عطيتو الوراق ديالي كلهم ووصيتو ملي نموت غادي يرسل لك برا ومعها الوراق ديال لاسيرانس باش تخلصي في بلاصتي حتى يكبروا الدراري. عارفكم كتألموا من جيتي كيف كنتألم حتى انا من جيتكم ثلاثة. لا تبكيش يا الحبيب، لا تبكيش. شوف الحكومة يا لالا، هذه مدرسة حرة بالفلوس والحكومة فاضي. أنا راجلي كان في المقاومة ومن الحبس الفرنسي وولده بغى نتخرجوا من المدرسة، كي درتي ليها؟ Les enfants. Au niveau cahier de lecture, page 58. Gab Mohamed, lis. Les nuages embrasent les monts étreignent les nuages. Solitaire, je vais le cœur ému, scrutant au loin le ciel du sud. Je pense à mes amis. Une journée encore s'est écoulée, charriant dans ses flots les cadavres de toutes mes illusions perdues. Je suis une idéaliste idiote, une rêveuse impénitente. Je crois encore que le changement qui s'opère sera en faveur des déshérités, en faveur de la morale supérieure. Et pourtant, les enfants pauvres sont chassés de l'école. J'ai peur. Flouchard, flouchard. Hamid Rekab, mais je suis flouchard. Yalla, non. Pas مسافر, t'es joué, خلاص. Glace, il a jeté, ou la خرج برا. Yalla, t'es انت خرج. إدارة المدرسة فكرت باش تأهل لكم تكميل التمرين ديالكم في الميدان، وهذا التمرين غادي يكون على شطرين. الشطر الأول المدة ديالو 3 شهور وفيه غادي تقاضاو 20,000 فرنك في كل شهر، والشطر الثاني أو المدة الثانية غاديين تستافدوا من الزيادة ديال 20% في كل سنة إذا كانت النتائج ديالكم كيف بغات الإدارة. ولكن عام السنة راه كاريب الغلا ومزوج وعندي الدراري، أش غادي ندير؟ توا حميد الزيتوني يا نعمس واسيدي راك يلاه حاصل على الشهاده الابتدائيه، كتعرف اللي باغي يترسم شنو خصو بروفي
والبلاد راها مازال في طور التكوين. اذا كل خبز وسكت. اندرا، كيف كانت المقابله ديالك مع الاداره؟ شوف صاحبي خليني عليك، خصني تكركف ثلاثه ديال الطوبيسات وملي نوصل نمشي للسوق نتقدى عشا عاوني ولادو، عاد نجلس نصحى الكتوبه وشوف العاوني واش يخليني الناس ولي بس نبرد فيه غدا الخدمه اللي ما لقاش. الور داكشي ديال الاداره في قيس الاداره ما عندي ليه وقت دابا. انا وياك ما عندنا علاش نخافو، باكو عمي ما معهم لاغه سنين هما تيمولوا. انت يعطيك خاطرك دوز وجع عمك حتى عنده الفلوس، انا بعد هادي ما نقبلهاش. مصيرنا قد مصير زملائنا السي صلاح. ايوا خلاص امينه، مالك ديما نشد الحمل منين تقال؟ ان الله فضل بعضكم على بعضين. تكات لما بغات سي صلاح، فعلا البعض حسن من البعض، وبعد مرات الفرق كيكون واسع. هادشي علاش تعطيني ابتساع ومن اليوم ما بقيت تكلمني الله يخليك. امينه اش هاد الكلام؟ احنا مخطوبين زعما؟ انا عمرني ما كنت مخطوبه لشي حد. استاذ خليل يلا نشوف حالنا. لا انا اش قلت درك لها شي حاجه عيب. سمع السي ونسى ديك الايام. ازيك نسى يا امي؟ انت مازال صغيره، الدنيا كلها قدامك. احياني يا بنيتي الحشال بحال الزمان ما فيهم ثقه. ما تقوليش هاد الكلام امي. ثاني يا بنيتي معليش معليش الشيطان هما يوسف كثير كروعتيني معاك. سامح حبتي اهم عذابي ولا ديك الايام. لا الشوفة هي الشوفة، الضحكة هي الضحكة، ولا الجلسة هي الجلسة. عفاك عفاك أمي، قلبي كيتقطع معك. يا كداتي تي العدوة يا كربحة، كنتي إلا تكلمتي بين الناس كل شي يسمع. يا كربحة إلا ضحكتي كل شي يركع. وقفت كبير البنات كانت هي الأفضل. يا كربحة لا سالف غير سالفك، لا قامة غير قامتك، لا جريدة غير جريدتك. وانا الدوزوفون شيخ العفريت. سيدي سلام جا قبيله. غادي تكون هذيك اخت عباس مكحله عيشتو. دابا تشوفي شي نهار غادي يجمع قشو ورجع لدارو. على فين قلتها لك؟ بركه بركه امي، ما تكذبي على نفسك تكوع عليا. اللي كنعرف وانت فيك امي فيك با وجميع الحباب. لا بنتي ماشي هكذاك، باك هذاك ما عندك لين عليه. زيدون راه تيبغينا. كيبغينا لا باينه، ولكن هذيك هي محبتو لينا ما عندي ما ندير بها. محبه خاويه تسلكي غير هو بوحدو، اما حنا باش فاتنا هاد المحبه ديالو. ما تقوليش هاد الكلام، الرجال هما هادوك شويه حرشين خسر اللي يفهمهم.
ما كاين تما ما يتفهم لا محنه لا مسؤوليه. مهم قولي امي شنو جاب هاد المره؟ جا غير يشوفنا. خطا شي ورق من الصندوق ومشى. ولكن ما عنده حتى شي حاجه ديالو في داك الصندوق. مي فين رحتي درت كانوا هنا تيتر؟ اش من تيتر؟ راني مخبيه شي ورق عند جداك. لا لا منانا سلام. راك خويا ولد امي وبويا. شحال بغيتي تمشي للمدينه؟ قلتها لك، قلت لك باغي نعيشها سهله. بركه لا زيد عليا حتى انت بكلامك. وزيدون شكون يبقى ساكن في هاد الدوار؟ ياك غير المشاش والكلاب وموكا. شتي انا داكشي اللي قلت لك؟ راني باغي نمشي، راني مزروب، طلقني. اولد بويا انا ما عنديش باش نشري من عندك. بالله اعطيني شويه ديال الوقت. شحال هاد الوقت؟ واحد ست شهور ولا عام؟ لا ست شهور ولا عام كثيره. انا البيع والشراء واقفين عليا، مجي فيني باغين فلوسهم. وخلي بعدا غير يفضي الموسم من 15 يوم وحن الله. 15 يوم واخا، وخليتك على خير. بلاتي جبتي لي رسومه ولا نسيتي يوم ثاني؟ انت علاش بعتهم؟ عاد زيد عليك بالمصاريف. ياك تبايعنا وتشاينا قدام الشهود والقبيله، ايوا الله يجعل البركه. ايوا انا غير قلت لك وكان. J'ai là une personne intéressante, bijoutier et bon vivant, que je traite avec soin. Mon père gérait déjà les affaires de sa famille. Haj Salam. Il est à crédit ouvert, mais ne sait pas que je quitte le pays. Bon, tout ça est clair. Bien, je l'aviserai moi-même. Demain... عاوتاني واقيلا خاصك شي سفره لندن، بدلي عليك الهوا وزولي عليك واحد 15 عام ورجعي لنا ايام شبابك. انا ما عندي غرض مديحك، سيري قبلي ضيافك. هو يوسف الا درتي مجهود راه غادي يعجبك، عطيه بعدا غير الفرصه باش تعرف عليه ويتعرف عليك. انا بغيت نعرف شنو عاجبك في هاد بنادم. ايوا بنيتي على حتى يعلى، انسان فاشل وبلا شي غادي يكمل حياته في واحد المكتب ما عنده حتى قيمه. شفتي غير مره وحده ما جلستي معاه ما ناقشتي، راكي غالطه فيه. انت اللي غلطه فيه، يوسف كيحلم وهو واقف. انت بديتي عاود يوسف، انا باغيه ومادي شي هاد المرات بعدي مني كيف ما عملتي مع الاخرين. بارك الله عليكم، سربي براسكم، عرفتيو بلي عندي الضياف، عندك وتحشموني. Quelle belle fête, la Larita. Et que Dieu protège une telle beauté. Vous êtes un vilain flatteur. Merci quand même. Vous avez conclu avec mes cousins? Ils sont de peureux. Il faut les secouer. Contente-toi, je pars de la suite. Bonsoir. Je te présente ma mère, Hajaden. Khair abniti. Masa al khair. سمحوا لي على هاد المجيه المزروبه. يوسف هو هذا، حتى حاجه ديال الصواب ما كيعرف ليها. نهار كبير لالا دامي، حسابنا بجوج مع هاد يوسف. Tu as reçu les fleurs que je t'ai envoyées? Oui, bien sûr. ماما هذه الحاجة دامي من يوسف. خير لالا. مرحبا. مرحبا بك، نهار كبير هذا. اسمح لي، والله ما عندي فين نخبي وجهي قدامك. أنا اللي ما عندي فين نخبي راسي من جهتكم.
سمحوا لي الا جيت بيديا خاوين. ماشي بيناتنا. الله يبارك فيك. يا رتفي رتف هاد ولاد اليوم ولاو كيحشموا حتى الراجل اللي كان معاوني عليها. وليدي شحال هادي باش كتعرف هاد الناس؟ ايوا واش نقول لك امي، ملي كتعرفت عليها ملي كنت فرنسا وتعرفنا مزيان. ايوا واش غادي نقول لك اوليدي الغلطه ديالك. المهم كي جاتك ملكه؟ المهم اوليدي وهي التربيه. السلام عليكم. سير العون دعيتك الله. اش غادي ندير يا ربي يا مولاي مع دراج؟ اش داني شي زواج غادي يخرج لي العقل؟ انا اش باقا مجوجه فيه؟ باش ما تفرقوش تهنيو راسكم وتهنيونا معاكم. سهله بالفم اختي امينه، سهله غير بالفم. ماشي راني حامله ثاني بالدري ولا الدريه الخامسه. وزيدون واخا عاوني امي ما عنده ظرف خدمه ما نقدرش على فراق. الحمد لله اختي امينه انت بعدا مع سي صالح ما غيكونش عندكم بحال هاد المشاكل. شاد الهضره نجات اش دخل صالح في هذا الموضوع؟ برك عافاك ما تعبي عياده والخطابه وقولي لسي صالح يبعد من ساحتي. صباح الخير. كي سمحتوا؟ سمع سي صالح، هاد المشكل خصو يتحل هنا. داكشي اللي دار باك مع با ملي كنا صغار بعدي ما ندير به وزيدو ما محترفاش به. أنسة أمينة راني ما فاهم والو. انت انا جيت خرجي من هاد السوق وبركه نفعي العكزات. ولكن انا قصدي شريف وزيدونا أمينة. ماشي شغلي. تشجع صالح ما تخليش اليأس يوصل لقلبك. انا غادي الحماق يا نجات غادي الحماق. راحت البال هربات الناس ما بقى يبغيني. راني مترحم بيا نجات مترحم. خلاص عليك من الهبال. امينه كنعرفها مزيان راسها قاصح بحق ما هي شي ديال اللعب. الا كانت نيتك مزيانه قول لامك دوي مع امك وخلي عيالها تديروا شغلهم. هذا الشيء ينفعك مع امينه الجد والمعقول. ياك لاباس اش وجرا؟ غير خوك بنتي ما كاين باس. ابراهيم مال ابراهيم فين هو؟ طيب ما فاهم والو بعدو مني خويا برك عليا. اش داروا لك اخويا اش داروا لي؟ راه الدراري ديال الشرقية هما اللي جابوه في هاد الحالة. بعدو مني راني ما عارف والو ما تنعرف حد. ما عرفش الجراح حتى لقى راسو زدباز معاك مسخن شويه وهي هذيك بقى واحد يلوحو لواحد حتى جاو البوليس وجمعوا كل شيء. والبوليس عاوز يعرف مين هو ده ومنين هو. وبرضو البوليس ما صدقوهوش لما قال لهم انه كان بيتفسح على المينا وبقى وسط منهم في البوست. شي كيقول نقابي شي كيقول بيع هذا يضرب الاخر يضرب والبوليس يضرب. الحمد لله اللي كان معاهم واحد من رجال الشرطه كان مقبوض عليه لحاجه ثانيه. قول حليمة هو اللي شاف ابراهيم وعرفه وصل الاخبار الشرقي اللي علم الحاج سلام. فالشرقي انت بوحدك وحنا كتار تباين عريان وحنا ما كتعرفين حتى واحد. قضيه راه فيها فلوس كثيره وكثيره بزاف. نتوما اللي كتجيبوا السلعه متفقين ولكن كتنساو بلي التوزيع راه هو المهم. راكم عارفين بلي الزنقه زنقتي انا والسوق راه في يدي. كاين واحد الشركه ديال التصدير والاستيراد غادي يكون عندك نصيبك فيها. الحق كيخصك تنسحب وتخلي البلاصه لواحد اخر. شنو زعما؟
كتهددني علاش لا اللي باغي يقني شي واحد غادي يعلمو اسمع شقي هذه نصيحه ماشي تهديد راك سمعتي باين بزاف وحنا ما باغي نشوها غادي ندخل لجواك تحس السلوك ديالك انا قدام وحنا نصفيو لك الجو كاع اللي وقف طريقك غادي نبعدو راك عارف على مكان هضر صاحبك يوسف المعلمة ديالو راه مخدم يتفتلو في الحبل باش غادي يتشلقو مشيت لفرنسا 4 سنين هادي ملي رجعت لقيت كل حاجة تبدلات والمدينة اللي كانت مناضلة ضد الاستعمار تحولت لمدينة سيبا والخروج على القانون عندي واحد الشتا ديما كتقول لي بلي جات بحال الشجرة جدورها مغروسة في أرض القانون ملي تخلي فرنسيس البلاد تغير القانون بات الجدور تغير التربة حتى بنادم معاها عندها الحق التربة تغيرات والشجرة ناقصها مجهود كبير باش الجدور تبدل بجدور صالحة لأن الجدور فاسدة كتنبت بسهولة وفي كل مكان أنا بعدها عندي أمل كبير في المستقبل من 12 سنين أو 20 عام إلى تعد الضربة حتى العام 1980 كاع بلادنا غتكون قدات على الجهل والفقر والمغرب غادي يكون أرض تقدم أرض المساواة والعدل تيان 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 مدام هارونا مدام هارونا غنشوف الكوميسير قابض عندو الوراق ديالي ماشي قانون هذا انتري اي ريستون كالم انستالي فو à première vue ma cliente ne fait l'objet d'aucune accusation et vous ne pouvez pas garder ses papiers par devers vous à moins que les choses ne soient pas ce qu'elles paraissent être Madame Harriet Cholo, alias Haruna Ben Shlomo, Ben Joseph, Ben Moshe, Ben Salomon. Née en 1912 à Benimilal, célibataire. Arrêtée pour prostitution en 1930 à la suite d'une rixe entre légionnaires de l'armée française qui a fait 1 mort et 5 blessés. Oui, mais encore. Jugée et condamnée pour incitation à la violence tenancière de bar à légionnaire à Warzazat, puis arrêtée pour prostitution et incitation à la prostitution à Kenitra. Transférée dans le quartier réservé de Bosmir qu'elle quitte en 1952. Joli pédigré, pas vrai? Et encore, ce n'est qu'une entrée en matière. Monsieur l'inspecteur. Nous sommes encore en terre de tolérance, bien sûr. Mais quand un enfant meurt en Palestine, c'est ici que les mères emportent le deuil. Et le fonds de commerce de votre cliente est en plein Médina. Ça pose problème. D'abord pour sa sécurité, bien sûr. Quand faut-il que ce fonds de commerce soit le sien? Mais j'apprécie votre conseil à sa juste valeur. Tant mieux. D'ailleurs, à ce propos, certains de mes amis peuvent bien vous intéresser. Ils sont aussi tolérants que moi. Et si on venait un soir?
مازال فايقه؟ جاي نشنعب حتى انا نضرب شي دور نطيب نعاسي ونرجع. اركن هبالك فين تمشي فهاد الليل؟ بقى معايا بشرط غير قول لي بصراحه عاجبك هادشي اللي داير بانا؟ يجي وقت ما بغا يغبر وقت ما بغا، حنا عنده زايد ناقص كما كان الحال داك ربانا. شو انت شنو غدير بحياتك اللي ضاعه في خور خاوي؟ باش من حق هو يتبرع وانا ندمر؟ باش من حق هو يصرف الورد ديالك وديالي وحنا نتقطعوا باش نعيشوا؟ قولي ليا باش من حق؟ واش من حق عندك انت باش تقول هذا الكلام؟ مهم مول الدار هو حر يتصرف ملكو كما بغا. ود ابراهيم ودور بجنابك عول على راسك ودير علاش ترجع. اجمعي لنا في النصائح الخاويه، خليك من كلام المعلمين في المدرسه وجبدي لك كاين شي صح. والو ما فرصك ما تعاود يا اختي، باك لعب فلوسو ضاف فلوس الوالد طب فيهم حتى هما ويمخليه يدير ما بغى. حتى هي مالها هذاك وعندها الحق تصرف فيه، ياك ما خاصنا حتى خير الحمد لله. وزيدون هاد الكلام ما تقولوش لي انا، سير قول باك لك انت قادر. هو الاول ولكن طريقتي انا ماشي طريقتي مع اللي من التلاميذ. تصبح على خير. Et c'est cet instant que le destin s'est ébranlé de sa démarche sournoise, de son pas feutré, dont il y a un signe avant de s'abattre comme la misère. Ou bien, est-ce qu'il s'ingénie à faire perdre ses traces en laissant des signes indéchiffrables? En tout cas, ce soir, quelque chose s'est mis en marche, imminente et inexorable. C'est noté. أني جيد واش ما كان حد هنا؟ زينب زينب شت سكت أجي زين جلس 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 عباس اش كدير انت هنا؟ غير بشوية راه حنا ما نعسنا زينب غير بزاف عباس ياك ما وقعت شي حاجة ولدك إبراهيم أسيدي إبراهيم؟ جا هنا وتكربص ليا على أختي شبع فيها زبان وعصا وما خلا فيها غير اللي نسى إبراهيم هادي هي الأخر عليه إبراهيم زينب لالا زينب تزنبتي لالا زينب شوف اسيدي بعد مني طلقني عباد الله طلقني فرقني عليك انت ولادك صافي هاي معك ما عندكش ناس تخافي بركة اختي بركة غتسمي عينك بالبكام سكينة قال لك اسيدي انا اللي سرقت الولد ديالو واش بغيت تطلني غير كوني هانية انا غادي ربيه انت اش عندك ما تربيه اسمع سلام انت صاحبي وزينب اختي أمانة في عنقي بحال اش عباس اش بغيتي تقول كي خصك تطلع علي تحديها من ولادك الدنيا والزمان هذا اسيدي والله واحد ما يمسنا شعرة انت اش من شعرة انت راه نتفوها كلها انت شوف غير خبرتي نهار اش داروا فيها بغي يقتلني اخويا حرشتو علي ديك العقروشة الدربحة حال فاتت قتلني انا وياك اسلم اسمع اللي يجيك مليح الا بغيتينا نبقاو خوت هاد الفيلا تكتبها بسميت اختي زينب ولا اعطيها براتها فين ولدك يا رابحة فين خزنة فين هو فين مسخوط با ومو ابراهيم الله واش سلام ماله غادي نتلكو طول حياته باش يعرف فعيل الرجال كيف دايره ما تهزش يديك على ولادي تهزي عليا صوتك يا رابحة انتي كاسي عمر سلام والذنب ذنبي انا اللي ما عرفتش ربي بالحق ما لقيت عوين راني وحدي في الدار سلام ها هل معقول زعما زمان اخوي الدار هي دابا كل واحد عنده جوج ديال العيالات تينضوا ولادو تيهزوا السلاح وتيهدوا الناس في الطرقان كلمه الحق فوق كل شيء ملي خرجتي من هالدار سمحتي في حقك على ولادك سمحتي في حقك على المال ديالهم وديالي على الملك ديالهم وديالي شنو بحال دوك الرسوم اللي غبروا من الدار إلا كان غير عرسوم والوراق اللي خديت من الدار غير كوني أنا بسي موريس ما واز دري ولا بغيت يوم غدا جيبهم ما تكذبش أسلم خليك راجلي راح غير شدة وتفوت رابحة
اش درتي يا ابراهيم؟ باك مقلق عليك. ابراهيم ما باقيش تجي عندي، عطيني الساروت ديالي الله يخليك. الساروت هذه اللي ما عمرها ما تكون، ما تفرق معك حاجه بلا ما فرقاتنا الموت. ابراهيم انا مزوقه فيك، لا تضحك فيا جيران، راني مرا وحدانيه وما عندي حد، وعندي وليدات خصني نفكر ليهم. أحجيبة راه ولادك راهم مولادي. ما بقيتش قادره نعيش معك في الحرام، بعد مني يا ابراهيم، هادشي اللي كان بيناتنا كان غلطه، شوف لك مرا اخرى تزوج بيها وبعد مني. الغلطه راه ماشي ديالي ولا ديالك، ما عمرك ما كنتي وحدك. لكن دابا كلشي تبدل، راجل مكي مات، راسي تعرى وسط الجيران، فهمني خصني راجلي يسرني انا ولادي، بعد مني انا مزوجة فيك، بعد مني. ما تدوزوش هاد العودة ديال 15 يوم كلها غير لعب، رجعوا راسكم مره مره، وما تنساوش امتحان، راه مع الدخله مع الامتحان، متفقين؟ الحمد لله اللي لقيتك، كنت غادي نمشي لك للدار، احسب لي حسنتي عطله اليوم. نوضي يلا معايا دابا، صالح حالتهم ضروره وصحته ما عجبانيش، ما نقدرش اليوم عندي ما ندير، وزيدون ما عنديش اش نمشي ليه، راه انت كافيه. واش انت عمي ولا مالك؟ الدري انت سبابه، امه وعائلته تيوجدوا باش يضربوا الصداق، وباك وعمه قاري الفاتحه هذه 10 سنين وانت ديري راسك ما عارفه والو. غير قولي لي فاش غرادك. شوفي نجات، انا ماشي سلعه يبيعوا يشرو فيها كيما بغاو بلا شواري، وسيري قولي السيك صلاح يعطيني بتي ساع. انا عمري ما شجعته ولا صرت مني شي اشاره يتشجعوا، بالعكس من ديما وانا واضحه معاه ومع غيره. شحال راس قاصحه صاحبتي، هاد الهضره ما نقولها شي ليه، قوليها ليه نيت انتي، كيعز عليا. وزيدون ما تجبرش حسن منه. انا شفت هاد الموضوع بعيد عليك، خرجي من هاد السوق ما توقع شي حاجه اللي غتندمي عليها. عافاك. وصلتي لكلامي ولا مازال؟ بغا يضحك عليك وعليا، الا ما ضحكتش عليه وعلى قرانو ما ناش سميتي غيتا. يلا حلوه تتكاد تضحك، خصك ديما تبقى ضحكة هاك. شنو درتي؟ لا جفعتهم في حسابه. انا لالا غيتا دابا الا عندك شي معارف شحال عاون مغوصف مشاف حبالك التان.
يوسف اسمع ليا، اسمع مزيان، هاد الكلام اللي غادي نقول لك يبقى غير بيناتنا. باقي ما فهمتش. راه جاتنا تعليمات باش نعملوا عليك بحث اداري. بحث اداري؟ واش عرفتي شحال عندك في حسابك؟ منين جاوك هاد الفلوس كلهم؟ صالح بالقيد كيعرف لي الشده والفده. راك تعرفو مزيان زعما، تا خطيبتو ما كنتوش كتفرقو، والنهار فاش نتا حرار الخطيبه ديالو كانت معاك فيرما، وغادي ربي يربي جفنا. اذا هذاك هو المعلم صلاح. خريط هذا ماشي خطو ولا الامضاء ديالو، وهاد البراد قاعد بوت ديالو. شنو عملتي ليا؟ كومون سا سو بريزونت؟ كونتر لا في نو نبوفون ريان، مي كونتر لو بير لا وي. سي تادير il est couvert de dettes mais il peut payer si on lui en laisse le temps. Il a récemment laissé en dépôt des titres fonciers chez un prêteur que je connais. شحال غيتقام عليا هادشي؟ Avoue rien, ces propriétés m'intéressent. Et alors? Et c'est là que vous intervenez. Ce qu'il faut, c'est une mise en demeure de règlement assortie d'un délai extrêmement court. Si vous allez sur cette route, la famille de Salam va tout changer. Et nous serons heureux et heureux de voir tous les gens qui sont dans la zinqa. Alors, occupez-vous du juge et du tribunal. Il ne faut lui laisser aucun délai pour payer. Sinon, c'est raté. Dépassez le délai accordé. La saisie sera effective. Les scellés seront mis. Séance tenante sur tous les biens de l'accusé, dont le compte en banque sera gelé jusqu'au paiement des reconnaissances de dettes présentées à ce tribunal. La séance est levée. يا بنتي بكي البكي يسقي الخدود، البكي يفاجي المنكود، البكي يصلح الضعيف، البكي يسقي القلوب. فرغي عليها هكا بنتي. وعندي سهر الشتا تعبالي نحس بما مشيت بعد زهر. بعد زهر. سمعي، غمضي عينيك وخلي قلبك وحده يتكلم. في هذا المكان الزمان ما عنده حدود. في هذا المكان الماضي والحاضر والمستقبل. جدا هادشي اللي كتقولي ما بقاش عنده أهمية. شوفي الدار البيضاء مثلا، واش بقات بحال اللي كانت؟ لا، ناس خلطات، دينا عمرات، كل واحد سد على راسه،
بحال اللي عايش في عالم بوحده. بنادم الله كيدابز معاه ملل فقر قهر ولا تلف. مبقاش الإنسانية بين الناس أشدة، مبقاش الإنسانية. أحلامك كبر منك وأنا خايفة عليك بنتي. السلام عليكم. دلام بدل ساعة بخرج. كيفاش؟ هادي راها داري وحتى واحد ما يقدر يحبسني. حيد من تم. سلام بدل ساعة بخرج قلت ليك. ياك عباس بصراحة ولادك مجرمين وبالعربية تهربت. اختي قالت لك طلقها. بحال دوك الرسوم اللي غبروا من الدار. جبتي لي رسومه ولا نسيتيهم تاني؟ سلام يا وليدي. الله يرحمك. شدرتي ما خليتي وراك لا غلة لا شجرة ولا تربة فاش تنبت الجذور. الحق ما بقى وقت لا للنديب ولا للبكا. يلا ها بنتي روح سحي دموعك، الطريق مازال قدامك طويل. عندك الحق، الكتاب مازال يتصرف. مرحبا بالعام الجديد، مرحبا بالمكتب. عوام الخير والربيع الدايم هذا حدو. قدامك عام صعيب كله اشتور عد. يلا حبيبتي مسحي دموعك، المكتوب ما منه هروب. إلا مشى الخير دابا يرجع. الرياض مازال في ملكي، ديري وحدي فيه لم وشمل. نديرو اليد في اليد ونواجهو جميع كل ما صعب. إلا بالضرب يرجع، لابد ما يشق طريقه. يمك الله يرحمه خلى لي شي فليسات اعطيهم ليكم الا قبلتوا عليهم. لالا ربحة انا وامي احنا معك. الدار داري وصنع
سمعتي فيا واللي بدراه ما يخاف. إلا كانت القلوب صافية وموحدة كل شيء هون. هكتفنا الضرب وهاحنا ما زال واقفين. الضربة اللي ما تقتل تقوي. أندرا، كاش أخبار جديدة؟ لاحوني على طول دراعهم، بلا حجة بلا برهان، بغاو يرميوني للترفاية. إيوا غتمشي؟ ما كنظن، الحقيقة كانوا باغيين استقالتي، راني عطيتها ليهم. واش من ريح مقهى بات على البلاد؟ واش ما بقى أمل؟ ما تأسيش أمينة، باقي الأمل. أنا ديما يديك من دول الغير حتى واحد مدغول. يدي في يدك يمكننا نواجهو جميع الصعوبات. لا، ما بغيش نكون على عليك يا يوسف، عائلتي في محنة، خصني نبني عادي يمكن نفكر في الزواج.